نصبوا عليا وبعوا لي الراتب ب 300 جنيه يا راجل. انا زي اي بني ادمه مصريه زيكم، كحرتها وتعبانه وشقيانه، تغسل وتكنس، ام احمد ضربتها بالشبشب وطردتها عشان وبابي بس بيديني مصروف 6000 جنيه في الشهر. والله ابوكي مجنون وامك مجنونه واخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقه. بفطر اول اس وجرين برجر. استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ بشتري بابو بتاعي عادي يعني ب 150 sometimes 190. She said بتهزري. هما فاكريني ايه؟ انا مصرية جدا على فكرة. انا عايز اعرف مصر عايزة ايه مني؟ عايز اعرف مصر عايزة ايه مني؟ خلاص بقى. حتى لوني قمحي، لون النايل ريفر بتاعك يا ايجيبت. يا رب انت عارف وانا عارف وكتر الكلام ملوش لازمة. وعايزة اقول لكم يا حبايبي انه انا ما بيضحكش عليا. ها؟ بجد. بس anyways انا لسه في الساحل فهقشلك سحليه. وشك في الحيط وقفك ليا.